وبخصوص طبعا يعني ازمه محمود علاء، خليني اقول لكم ان كشف عبد الواحد السيد مدير طبعا كره الكره بنادي الزمالك عن مشاركه محمود علاء مدافع الفريق الاول لكره القدم في المران الجماعي الذي اقيم صباح اليوم طبعا الثلاث على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي، استعدادا طبعا لمواجهه البنك الاهلي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. وأكد عبد الواحد السيد أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء وبين الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير. طبعا ده كان قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية. وأضاف مدير الكرة إن الجهاز الفني تقبل الاعتذار وانتهى الأمر خلاص، مع طبعا الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية اللي تم توقيعها على اللاعب.